السلام عليكم متتبعي قناة حلويات أم هدى. وصفة اليوم هي بانكيك بنكهات الفريز، رائع وسهل التحضير. ما تنسوش الاشتراك والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبدأ على بركة الله. كنحتاج 200 غرام من الدقيق الأبيض، ما يعادل كأسين بالعباد كأس الشاي المغربي للعنبة. عندي 230 مليلتر من الماء، اي كاس ونصف بالعباد كاس الشاي المغربي د العنبه، بيضه واحده، 3 ملاعق من السكر الخشن او سكر حبيبات، ربع كاس من الزيت او 3 ملاعق كبار من الزيت، وعندي كيس من الخميره الكيميائيه من وزن 14 غرام. وهنايا عندي مستحضر فلان ايديال نتاع الفريز او الفراوله. كناخذ كاس الخلاط وكنوضع فيه البيض، بيضة واحدة فقط، والسكر الخشن أو سكر حبيبات، والحلاوة كتبقى اختيارية. عندي الزيت والماء القليل من الملح، وهنايا غادي نضيف الدقيق، غادي نضيف الدقيق، ثم غادي نضيف مستحضر فلان بنكهة الفراولة، ثم الخميرة الكيميائية، وغادي نخلط الكل جيدا في الخلاط. هنايا من بعد ما تخفق لي الكل جيدا، فانا كنفرغ الخليط في اناء، وهنا فوق نار هادئه كناخذ مقلاه تكون عندي ثقيله او تكون خاصه بالبغرير، كنوضعها تسخن جيدا. هنا راه سخنت ليا حتى يسخن مزيان، ثم كناخذ واحد المغرفه كنعمرها بهذا الخليط اللي درت، وكنفرغ الخليط. هنا غادي نخليها ما كملاش نصف دقيقه، وهنايا من بعد ما طابت ليا غادي نقلبها بهذه الطريقه هذه، ثم كنخليها طيب ليا بحال هذا الشكل هذا، وتكون النار هادئه باش ما يتحرقش لكم دغيا. وهنايا صافي غادي نحيدها طاب ليا كما كتلاحظوا. غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي. هذا هو الشكل النهائي نتاع لي بانكيك، كيجيو رائعين بالفراوله. انا فقط هنايا زينتهم بالمربى وشرائح اللوز او اللوز افيلي، كيجيو هائلين. كنتمنى انهم يعجبكم. فإلى عجبتكم الوصفه ديال اليوم شاركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، والسلام عليكم.